السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. درسنا لهذا اليوم هو الدرس رقم 27 المفيد في الرياضيات السنة الرابعة، ويتعلق الأمر بجمع الأعداد العشرية l'addition des nombres décimaux. أهداف التعلمية لهذا الدرس: أختصر كتابة جمعية لعدد عشري، أضع وأنجز عمليات جمع الأعداد العشرية، أحل وضعية مشكلة بتوظيف جمع الأعداد العشرية. إذن نبدأ بالنشاط الأول. قرأت ليلى في إحدى المجلات أن التركي سلطان كوزان هو أطول رجل في العالم، وأن النيبالي بهادو دانجي هو أقصر رجل في العالم بقامة لا تتعدى 54 سنتيمتر. إذا علمنا أن قامة كوزان تفوق قامة دانجي بمئة وسبعة وتسعون سنتيمتر، فما هي قامة كوزان بالمتر؟ نحول القامتين إلى المتر. أول شيء سنقوم بتحويل 197 سنتيمتر إلى المتر، و 54 سنتيمتر إلى المتر أيضا. سنحتاج هنا جدول التحويل. بالنسبة لجدول التحويل، لدينا 197 سنتيمتر، حولناها إلى المتر، هي 1 متر و97 سنتيمتر، يعني 1.97 متر. 54 سنتيمتر سنحولها إلى المتر، أضفنا الصفر لأن خانة المتر هي فارغة، إذن 0.54 متر. السؤال الثاني، نحدد العملية ثم نضعها وننجزها. لاحظوا معي هنا، لدينا قامة دانجي هي 54 سنتيمتر، وكوزان يفوقه ب 197 سنتيمتر، يعني أن قامة دانجي زائد ما يفوقه كوزان هي قامة كوزان. أعيد، قلت قامة دانجي بالإضافة إلى ما يفوقه كوزان تساوي قامته، يعني أننا سنقوم بجمع 1.97 متر زائد 0.54. كما تلاحظون هنا، لدينا 1.97 زائد 0.54. 7 زائد 4 يساوي 11. كتبنا 1، احتفظنا بواحد. 1 زائد 9 10 زائد 5 15. نكتب 5، نحتفظ بواحد. ننزل الفاصلة، 1 زائد 1 زائد 0 يساوي 2. قامة كوزان بالمتر هي 2 متر و51 سنتيمتر. للإشارة بالنسبة لجمع الأعداد العشرية، فنحن نقوم بوضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، ثم الفاصلة تحت الفاصلة، ونعوض الأرقام الناقصة بالأصفار إن لم يكن هناك أرقام.